هما جدعان وبياكلوا عيش بشرف وبياكلوا لقمة عيش شريفة، وناس عايزة تاكل من عرق جبنها ومن صنعة ايديها. شباب مصري كتير في كل المجالات وفي كل الاتجاهات، كل واحد بيبقى عايز يعمل حاجة خاصة بيه. ساعات واحد منهم يجتهد وربنا يكرمه، واحد تاني يستنى لما حد يساعده ويدعمه، واحد تالت ما يفكرش خالص ويفضل مستني الوظيفة. لكن في النهاية اللي بيجتهد واللي عنده اصرار انه يعمل حاجه كويسه ربنا بيكرمه وبيوفق له، او بيوقف له ناس تساعده وبيوفقه. النهارده معانا حد بدا من 2000 جنيه عمل حاجه صغيره كده، عمل فيها شويه عبايات وبدا بشويه حاجات بسيطه، ربنا وفقه وكرمه ودلوقتي عنده زي مصنع صغير او ورشه كبيره موجود فيها تقريبا 12 عامل، من 2000 جنيه ل 400,000 جنيه راس مال، بيوت مفتوحه، ناس بتاكل عيش، ناس بتسترزق من ورا الموضوع ده. ومش بس بيصنع جوه، لا ده هو من وسائل تانية بيصدر المنتجات الكويسة بتاعته لبرة. النهاردة معانا قصة نجاح جديدة، منتج مصري ومنتجات مصرية. منورني النهاردة أبو العزم البطاوي، صاحب ورشة تصنيع العبايات في منطقة كرداسة. صباح الفل يا أستاذ أبو العزم. صباح النور يا فندم. صباح النور. قول لي حكايتك بقى، بدأت إمتى وبدأت بإيه وعملت إيه؟ احكي لي كده حدوتك. أنا بديت شغل من بعد الابتدائي على طول. اشتغلت في ورشة صغيرة برضو بتاعت الحاج ناصر البطاوي. اتعلمت عنده، كنت باخد 5 جنيه في الاسبوع. تمام. بعد كده 20 جنيه في الاسبوع. بعد كده لحد 300 جنيه في الاسبوع. طب تمام. فضلت شغال لحد سنه 2000. شغال عند الحاج نصر. بعد كده فكرت اجيب مكنه في البيت. وبقيت اشتغل في البيت لحد ما ربنا كرمني ووصلت اللي انا وصلت له. واحده كنت بجيب قماش من بره من عند الناس واصنع لهم يعني. مش بعمل شغل لحسابي. بعد كده فكرت، يعني الاول كنت بتخيط انت بس؟ بخيط بس. هو يديني شغل مصروف. باخد بس. بعد كده بقيت اجيب قماش واصنع لحسابي. وابتديت انزل برضه محلات وكده في مصر، واحده بواحده طلع بقى موضوع النت، بقيت اسوق عن طريق الانترنت. لحد ما وصلت الحمد لله بفضل الله حاجه كويسه، واستهدافنا اكبر من كده ان شاء الله باذن الله. بدات لوحدك ودلوقتي معاك كام واحد؟ معايا انا كنت بادئ لوحدي، وقت معايا 12 فرد. دلوقتي معاك 12. معايا 12. 12 صناعيه ولا صناعيه ومساعدين؟ صناعيه بس، صناعيه. 12. بتحتاجوا ناس تانيين غير الصناعيه؟ بيبقى في ناس مساعدين او حد بيساعد؟ كل ما يكون الجو كويس، كل ما بنزود مكن ممكن نزيد ونقل. بس حد ادنى اللي هم ال 12 دول. عندك كم مكنه دلوقتي؟ عندي 12 مكنه خياطه. 12 مكنه خياطه. المكان عندك لو اتكلمنا في التفاصيل بتاعته، انت مأجر ولا صاحب مكان؟ لا انا مأجر مكان. في كرداسه. في كرداسه. والايجارات بقى والقصه دي بتاخد منك كتير من المكاسب ولا الدنيا موزونه يعني؟ احنا منطقه اللي انا مأجر فيها منطقه هاديه. ولسه مش اللي هي اللي بدفع فيها ايجار كتير يعني. فالعمليه الحمد لله بفضل الله ماشيه كويس يعني. المكاسب بقى لو مثلا واحد، انا ليه بتكلم معاك الكلام ده؟ عشان لو في واحد قاعد في البيت مش عايز يشتغل، فيشوفك ويشوفك انت عملت حاجه كويسه وبدات من حاجه بسيطه، يسمع منك انت عملت ايه، فممكن الحاجه دي تخليه هو كمان يجي له وتلهمه انه يعمل مشروع خاص بيه. لو اتكلمت معاك في الشق الخاص بان انت بتشتري القماش، وفرق المكسب بيبقى قد ايه؟ بتشتري مثلا بكام وبتبيع بكام؟ احنا بنبيعه سعر المصنع، فبتبقى بناخد في كل عبايه 5 جنيه. ممكن اللي بياخد مني يحط فوق العبايه 20 جنيه. يعني انت بتبيع مثلا، لو وريتني كده عبايه زي كده مثلا، دي جملته 95 جنيه. 95 جنيه. ماشي يا فندم. ده ممكن ياخد مني 95 جنيه يبيعها، ده وسيط. اللي هو بياخد مني ويبيع يبيع لزبون تاني يبيع جمله. ممكن يحط فيها 15 20 جنيه. تمام. فممكن يكسب احسن مني. فاي شاب عاوز يشتغل ممكن يصور الصوره وياخدها ينزلها على الانترنت ويشتغل اونلاين عليها. وهياكل عيش وهو قاعد في بيته. يعني هو بس كل الحكايه هو هياخد منك الحاجه مني. ويبيعها لحد تاني ويكسب في النص. ويكسب كويس كمان. هي بتطلع من عندك ب 95 جنيه. 95 جنيه. بتتباع في المحلات بقى لما انزل انا اروح بقى عباس العقاد ولا كده الاماكن دي، بتتباع بكام؟ ممكن توصل ل 200 جنيه. توصل ل 200 جنيه. يعني كل المكسب اللي في النص ده بنتكلم في 105 جنيه تقريبا. كله كسبان. كله كسبان. ده بالنسبه لكم بيبقى ما يخليكش تقول مثلا طب انا ليه ابيعها ب 95 وانا ابيعها ب 100 ولا ب 110؟ ما انا يهمني اللي بياخد مني ياكل عيش، عشان لو كل عيش هياخد مني تاني. لكن انا لو خدت مكسبه واديته سعر عالي. هو نفسه مش هيعرف يبيعها عقبال ما توصل للزبون اللي هيلبس. هيبقى سعرها عالي. فانا لا، انا الاستهداف ان الزبون اللي بياخد مني ياكل عيش الاخر. هو كسب هيجيني تاني يا فندم. بتطلع كام قطعة تقريبا؟ يعني ممكن في الشهر 1000 قطعة. 1000 قطعة. بتبيعهم معظمهم محلي ولا بتصدر منهم بقى؟ لا، المعظم كبير قوي بره. بتبقى عن طريق السعودية، الكويت، البحرين. ليه قال لك على موضوع الاونلاين ده؟ والله انا مش متعلم قوي يعني.
بس برضو بحب المجال بقى، بقيت اتابع على الفيس وكلام من ده، فعرفت ان في ناس بتنزل صور وبتاع، فقلت اعمل كده. يعني حتى ما كنتش بفهم حاجه في الفيس ولا الواتس ولا الكلام ده، نزلته واتعلمت مع نفسي كده وعملته. وبفضل الله ربنا كرمني. والناس بتبعت تتعامل معاك تقول لك احنا عايزين كذا، بتبعت وكمان بتبعت الفلوس الاول كمان. بتبعت قبل ما اوردها البضاعه. تحول لك الفلوس على حسابك؟ على حساب البنك او على البريد، ببعت لها الفلوس البضاعه على طول. طب الثقه دي بتيجي من اول مره ولا بيبقى حد عارف حد وقال لحد؟ لا هي بتيجي من اول مره، بيطمن من طريقه كلامي معاه، او انا بصور له مصنع وبصور له اقول له ده المكان اهو، وبعدين انا عامل صفحه على الفيس برضو اسم مصنع البراء. فالناس بتخش وبتاكد ان في فعلا في مصنع. فعشان كده بيطمنوا وبيبعتوا الفلوس الاول. وفي زبون تاني مش بيطمن، يقول لي طب خلي شركه الشحن هي تاخد الفلوس وكده. فالزبون اللي بيطمن لنا بفضل الله بيبعت لنا وبياخد منا بضاعتنا وبيبعت الفلوس، ما بيهموش يعني. اللي بياخد منك مره بيرجع يتعامل معاك خلال قد ايه؟ والله ممكن كل، في زبون ممكن يكلمني كل 3 ايام، وفي زبون ممكن يكلمني كل اسبوع على حسب المكان اللي هو بيبيع فيه وحسب السعر اللي هو حاطه. وفي زبون برضه بيحط فوق العبايه 20، وفي زبون زي ما انت وصل لك كده ان 105 عقبال ما توصل للزبون. حسب المكان اللي هو مأجر فيه، في واحد ايجاره بيدفع 5000 جنيه في الشهر، فبيضطر يحط فوق العبايه سعر كتير عشان يعوض الايجار اللي عليه، وواحد تاني ممكن يحط فوق العبايه 5 جنيه زي حالاتي كده ويبيع. انت تبيع اكتر فتكسب اكتر. ايوه هو ده الصح، اهم حاجه زبون. اي واحد عاوز ياكل عيش صح ما يبصش للمكسب الكبير قوي. خد مكسب بسيط وبيع كتير هتكسب اكتر. فاهماني؟ لكن ما تبقاش تحطش فوق العبايه 50 جنيه وتقول انا عاوز اكسب، عاوز كل يوم ابيع 1000 حته. لا انت بيع، حط على الحته 5 جنيه وبيع كل يوم 100 حته. هتكسب. بيجي لك ناس تقول لك مثلا لا انا العبايه مش عاجبني فيها مش عارف ايه عدلها لي، بيعملوا تعديلات معينه في الشغل، يقول لك لا فيها عيب كذا عايزين نصلحه. لا احنا بنعمل حاجه كويسه، يعني الجماعه بتاع الخليج بيصدروا لهم هناك الباكستانيين والاندونيسيين والمناطق كده. فبيبعتوا لنا الصور بتاعتهم. احنا عاوزين نعمل حاجه زي، وبعدين الناس دي بتبيع عبايات غاليه، يعني الهندي احنا شمبرناهم بفضل الله يعني. والله بجد، يعني الجماعه بتوع الهنود بيعملوا عبايه بتوصل مثلا 400 ريال و 500 ريال مع في 4.5 او 4.75 قرش، فبتبقى العبايه متكلفه. يعني احنا بنعملوها لنا ب 100 150 200 جنيه حد اقصى. 200 جنيه. 200 جنيه. وهم اللي صانعين المكن اللي بيعمل ده. يعني هم صانعين المكن بيعمل شغل زي كده. ده المكنه بتعمل دي ده هندي. ده مكن هندي. احنا جبناه هنا في مصر المكنه ب 30000 دولار مش رخيصه، جبناها هنا وعملنا شغلهم اللي هم صانعينه وبعنا ارخص منهم. صنعت هنا وبعت ارخص وصدرت. وصدرت. وبكده احنا مثلا لو انا كحد بيبيع في الخليج بقى سعوديه ولا كويت ولا غيره، بدل ما اخد من الباكستاني اللي جاي، لا بيجي ياخد مصري. لا انا اخد مصري. انا بصدر لواحد باكستاني في السعوديه، عايش في السعوديه. هو اصلا كان بياخد من مصنع من عندهم باكستان، انا بقيت اصدر له. والله برافو عليك. بسبب سعرنا. ما هو القصه كلها الخامات دي بتاعتنا، دي الخامه دي مصنوعه في مصر كلها. الخامه دي ده شغل مصري، ده شغل مصري 100%. ده الخام والتسبيغ والتجهيز والقص والخيط والتطريز، كل ده مصري 100%. فاهمني يا فندم؟ فهم ما عندهمش الخامات دي. مع ان هم اللي صانعين الالياف الصناعيه دي، يعني الالياف الصناعيه دي في الاصل احنا مستوردينها من عندهم. خد بالك، جينا عملناها في المحل هنا القماش ده، والسبخ هنا في شبرا. وتقص وتقفل وتعمل في الكرداسه. وتطرز في الكرداسه. وتصدر السعوديه باسم مصري، يعني مكتوب عليها صنع في مصر. فاهمني يا فندم؟ وبعناها ارخص منهم. بطلوا يعملوها. بطلتوهم الشغل. بطلوها، اشتغلوا لهم حاجه ثانيه. طب عايز اقول لك على حاجه، انت لما بتصدر بره مثلا السعوديه او الكويت او غيره وبتبيع هنا، ايه اللي شايل الشغل معاك ده ولا ده؟ اللي شايل الشغل